بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الفصل الخامس اللي هو بعنوان الماغنيتو ستاتيكس. في هذا الشابتر الماغنيتو ستاتيكس، هذا الشابتر شبيه بالإلكترو ستاتيكس شابتر اللي درسناه في EM1. في الماغنيتو ستاتيكس هون رح ندرس المجال الكهربائي. لو جيت انت سألت واحد في هذا الشابتر رح ندرس المجال المغناطيسي لو سألت واحد قلت له واحد من عامة الناس شو المجال المغناطيسي، راح يخطر في باله مباشرة المغناطيس. هاي رسمة لايش للمغناطيس، وهذا صحيح أن المغناطيس هذا اللي له قطبين شمالي وجنوبي، شمالي وجنوبي، يتولد حوله مجال مغناطيسي، وهذا أمر صحيح. لكن المجال المغناطيسي الناتج عن المغناطيس هذا راح ندرسه احنا في شابتر 6 مش في شابتر 5، لذلك هذا الامر الان غير مطروح، هذا راح ندرسه في شابتر 6. اللي راح ندرسه الان احنا الماجنتيك فيلد، وهو رمزه بي، وهو كمية متجهة. راح ندرس الماجنتيك فيلد الناتج عن التيار الكهربائي. وبالتالي معروف لدى الجميع انه اذا سرى التيار في موصل سيتولد حوله مجال مغناطيسي، هذه قاعدة عامة. ابسط شكل ممكن نتخيله هو سلك في بعد واحد وسلك مستقيم. خليني اعطيكم الرسمة، هذا سلك في بعد واحد، يعني سلك ما لهوش سمك، يسري في تيار I. إذا سرى في تيار I مباشرة سيتولد حوله مجال مغناطيسي. طيب الآن بدنا نعرف كيف شكله وكيف اتجاهه هذا المجال المغناطيسي. الآن يكون المجال المغناطيسي على شكل دوائر محيطة بهذا الموصل، هيها، وهون في دوائر وهون في دوائر وهون في دوائر وهون في دوائر، لكن هنا representative ممثل لهذه الدوائر. إذن لما يسري تيار في هذا الموصل يتولد حوله مجال مغناطيسي على شكل دوائر محيطة بهذا الموصل. الآن عرفنا أنه على شكل دوائر، لكن بدنا نعرف اتجاه الدوران. هل هذه الدوائر بتدور مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة؟ هل بتدور مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة؟ عشان نحدد اتجاه دوران المجال المغناطيسي يجب أن نستعمل قاعدة اليد اليمنى. هاي رسمة قاعدة اليد اليمنى، وهذه قاعدة اليد اليمنى شيء مهم جدا لازم تكون أنت عارفه. شو هي قاعدة اليد اليمنى؟ منخلي إبهامنا مع اتجاه التيار، حركة الأصابع اليد اليمنى راح تعطيك اتجاه دوران المجال المغناطيسي، وبالتالي هنا الإبهام مع اتجاه التيار، إذن هذا هو اتجاه الدوران. لو اجينا نوصف اتجاه دوران المجال المغناطيسي في هذه الحالة فهو عكس عقارب الساعة. بدك تتخيل ساعتك محطوطة هيك بشكل أفقي، وبالتالي هذا اتجاه دورانه عكس عقارب الساعة. هسه لو كان المجال المغناطيسي، لو كان التيار الكهربائي نازل للأسفل مضطر تقلب إيدك، وبالتالي بده يصير المجال اتجاه الدوران مع عقارب الساعة. عال العال. إذا لاحظوا هذا أبسط مثال على كيفية تولد مجال مغناطيسي لسلك في بعد واحد. الآن هون إلي ملحوظة مهمة بدي الجميع يكون عارفها وبأكد عليها، وإذا أنت ما أخذتها بعين الاعتبار رح يصير عندك إشكاليات. دراسة المجال المغناطيسي والمفاهيم المرتبطة بالمجال المغناطيسي كلها ثلاثية الأبعاد، وبالتالي أي رسمة بتيجيك بدك تتخيل الشكل البعد الثالث في الرسمة. فمثلا لو أنا باجي بتفرج على هذه الرسمة بدك تكون فاهم أنه هذه النقطة اللي موجودة هون، هذه نقطة في الجهة البعيدة، هذه النقطة الموجودة هون هذه نقطة في الجهة القريبة، هذه نقطة على اليمين، هذه نقطة وين؟ على الجهة الشمال. هذول ما فيهم مشكلة، لكن مثلا نقطة هون هذه في الجهة البعيدة
ونقطة هون، هذه في الجهة القريبة. الآن بسألك سؤال، مين أعلى، هاي ولا هاي؟ إذا قلت لي هاي أعلى من هاي، معناته أنت مش فاهم، هذول الثنتين في نفس ليش؟ هذه النقطة وهذه النقطة، هذول النقطتين في نفس ليش؟ في نفس المستوى. وبالتالي هذا فهم لرسمة ثلاثية الأبعاد. وهنا الإيد المرسومة هون بتوضح لك هذا الشكل الثلاثي الأبعاد. وبالتالي شباب بدكم تكونوا دائما لابسين نظارة ثلاثية الأبعاد لما تتعاملوا مع المجال المغناطيسي ومفاهيمه وتوابعه والمسائل المتعلقة بالمجال المغناطيسي. هذا أمر مهم جدا. مرات نحتاج نلغي بعد مشان نقدر نتفرج على المسألة. فمثلا المثال اللي أنا بعطيه دائما، وهذا شيء كويس ممكن الطالب يفهمه وما يكونش في عنده مشاكل، بعطي مثال اللي هي المحاور الكارتيزية. احنا عادة بنرسم المحاور الكارتيزية، اعذروني رسم رديء لأنه اللوح مش مساعدني. المحاور الكارتيزية بنرسمها عادة احنا، هذا محور وهذا محور وهذا محور، مثلا هذا اكس هذا واي وهذا ايش زد. طيب الان هذا المستوى واي زد، هذا الاكس الكل يعلم انه عمودي عليهم، وحتى لو بالرسم مش عمودي عليهم بس الكل يعلم انه هذا الاكس عمودي على المستوى زد ايش واي. لذلك في كثير من الاحيان ما رح نلجأ لهذا النوع من الرسمة، رح نستعمل النوتيشن اللي هي إذا كان عندي حرف X أو X داخل دائرة، هذا بكون الكمية بغض النظر شو أي شو هي الكمية، كمية مشار لها بتكون داخلة في مستوى الورقة أو اللوحة أو الشاشة. إذا كانت نقطة أو نقطة حولها دائرة، بتكون هذه الكمية خارجة من الورقة أو من اللوح أو من الشاشة. هذا النوتيشن مهمة جدا وبدك تكون أنت عارفها. لذلك مرات نلجأ لهذا الرسمة على النحو التالي، لأن أنا بشيل الإكس هذا هيك، وبقدر أحط الإكس على اعتبار أنه نقطة هيك حولها دائرة، هذا بيكون عندي محور زد محور واي عموديات على بعض ومتعامد عليهم المحور إكس، هيو خارج للخارج، خارج من مستوى الورقة أو اللوحة أو الشاشة. عالي العال. إذا فهمنا هذا الأمر، وهذا شيء مهم جدا، هذه مفاهيم أساسيات بدك تكون تعرفها. الآن خلينا نتفرج على هذه الرسمة بشكل ثنائي الأبعاد، بشكل ثنائي الأبعاد، بمعنى إني خليني أرسمه أنا هذا هيك السلك. اعذروني قلت لكم أنا بالرسم اللوح مش كثير مساعدني. هذا سلك مستقيم يسري في تيار هيك اي طالع لوين؟ للاعلى. الان احنا عرفنا هون انه اتجاه الدوران بهذه الحاله ابهامي مع التيار، اتجاه الدوران عكس عقارب الساعه. عالي العال. هسه قبل ما احكي هون، احنا بنعرف انه اي كميه متجهه متغيره الايش الاتجاه، ما شاء الله يا هالسهم اللي رسمته، اي كمية متجهة متغيرة ليش الاتجاه، هيها اتجاهها لهون، لو بدي اتجاهها في اي نقطة باخذ ايش، باخذ مماس. بدي اتجاهها هون باخذ مماس، بدي اتجاهها هون باخذ ايش، باخذ مماس. هذا شيء مهم وباكد عليه، هذا شيء انت المفروض ايش بتعرف. الان بدي اجي هون بدي اخذ دائرة من هذولا الدوائر. الآن لو بدي في أقصى هاي النقطة هون، لو بدي أخذ مماس، بدي أخذ مماس باتجاه الدوران. إذا المجال المغناطيسي هون راح يكون داخل في مستوى الورقة أو اللوح، داخل في مستوى الورقة أو اللوح. طيب الآن هايو هيك اتجاه دورانه، هون راح يكون خارج من مستوى الورقة أو اللوح، وقس على ذلك عند أي نقطة. وبالتالي لو أنا بدي أجي أعمل اتجاه المجال المغناطيسي هنا، بقول على يمينه في بعدين راح يكون المجال المغناطيسي داخل في المستوى هنا، هنا مجال مغناطيسي داخل، وهنا المجال المغناطيسي يشماله
خارج من الشاشة أو من اللوح أو من الإيش أو من الورقة. أرجو أن هذه الأمور تكون مفهومة. إذن بركز على نقطة مبدئيا في الماجنيتوستاتيكس. هون احنا رح ندرس معكو، هنا رح ندرس معكو المجال المغناطيسي الناتج عن تيار. الآن إذا سرى تيار في موصل يتولد حوله مجال مغناطيسي على شكل دوائر محيطة بهذا الموصل. الآن لتحديد اتجاه الدوران الماجنتيك فيلد وليس اتجاهه، اتجاه الماجنتيك فيلد، لتحديد اتجاه الدوران نستعمل قاعدة اليد اليمنى إبهامي مع التيار. أصابع اليد اليمنى راح يعطوك اتجاه الدوران. إذا احتجت اتجاه المجال المغناطيسي بأخذ مماس في تلك النقطة اللي أنا بدي أشوف عندها اتجاه الماجنتيك فيلد. على العال هسه إذا احنا هذه الأمور فاهمينها فيش عندنا فيها مشاكل، بدي اياك تتخيل الرسمة على النحو التالي. لو اخذت انا هذا السلك نفسه، هذا السلك نفسه، وعملت السلك نفسه على شكل ايش؟ على شكل حلقة دائرية يسري فيها ايش؟ تيار، ولنفرض انه هذا التيار هو رايح نحو اليمين. الان كيف راح يكون شكل المجال المغناطيسي هون؟ لو اخذت نقطة انت هنا راح يكون هنا التيار داخل في مستوى اللوحة والورقة، بما انه داخل ابهامي معه راح يعطيني هذا دوائر محيطة فيه هنا داخل، اذا اتجاه الدوران هيك ابهامي داخل، هنا الابهام راح يكون خارج من الورقة. المجال المغناطيسي عبارة عن دوائر محيطة فيه. الان بما انه للخارج اذا هذا هو اتجاه ليش الدوران، سوري بالاتجاه المعاكس رسمت غلط، بالاتجاه ليش المعاكس. الان تفرجوا هنا ابهامي راح يكون للخارج، وبالتالي هذا هو اتجاه ليش الدوران. لاحظوا هذا راح يدور هيك ويصير هون هيك، وهذا راح يدور هون هيك ويصير هيك. طب ما في غيرهم هذول؟ لا في غيرهم، العدد كبير جدا تقدر ترسمه، بس احنا عادة بنعطي ريبريزنتيف. وبالتالي شايفين هذه الرسمة، هذه الرسمة هنا مرسومة بشكل جنتل. هذا هي، بدك تكون فاهم كيف يتولد المجال المغناطيسي الناتج عن موصل. هذه هي الرسمة، هذه حلقة يسري فيها ايش؟ يسري فيها تيار، فيها مجال مغناطيسي يتولد حول كل نقطة هون مجموعة من الدوائر كلها تدور حسب قاعدة اليد اليمنى نشوفها، وبالتالي في الداخل راح يجمعوا بعض. هذا في أمر راح نشوفه فيما بعد. خلاصة الحديث، ندرس مجال مغناطيسي ناتج عن تيار. إذا سرى تيار في موصل يتولد حول المجال مغناطيسي، كيف اتجاه دورانه على قاعدة اليد اليمنى. احتجت اتجاه المجال المغناطيسي في نقطة ما، بأخذ ايش؟ مماس باتجاه الدوران. عال العال الآن هذه لمحة سريعة. الآن خلينا نروح على الموضوع التالي وهو القوة المغناطيسية. خلينا نشوف القوة المغناطيسية. Magnetic force on a point charge، القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة نقطية. لدينا شحنة نقطية Q ستتأثر بقوة مغناطيسية. القانون اللي راح يظهر معنا الآن ليس له اشتقاق، هو قانون تجريبي على النحو التالي: F تساوي Q في V كروس B. هذا علاقة 5-1 بسموه لورنس فورس لو، تسميه مش كثير تعنيني، لازم تكون انت فاهم شو هو هذا. الآن خلينا نشوف شو موجود جواته. الآن F قوة، F mag اختصار magnetic، F magnetic مرات بكتبوها F mag أو F B قوة مغناطيسية، تساوي Q هي مقدار الشحنة النقطية. الآن هذا أمر معروف، إذا موجبة بتنحط موجبة، إذا سالبة بتنحط إيش؟ سالبة. الآن عشان تحصل على الاتجاه النهائي، الآن بهمني V كروس B. هنا B هو الماجنتيك فيلد الذي يؤثر على الشحنة النقطية، و V هنا
هي سرعة هذه الشحنة النقطية. وبالتالي قوة مغناطيسية، شحنة نقطية، سرعة، مجال مغناطيسي. خليني أجمل هذا الأمر، بقول هذا القانون يعطيني القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة نقطية كيو تتحرك بسرعة في داخل مجال مغناطيسي بي. إذن قوة مغناطيسية مؤثرة على شحنة نقطية كيو تتحرك بسرعة في داخل مجال مغناطيسي بي. الآن هون إلي مجموعة من الملحوظات. الملحوظة الأولى، الآن منلاحظ لو شوية طنشنا الكيو هذه مشان تكونوا فاهمين علي، فيش عندكم مشاكل. منلاحظ انه هنا انا عندي كروس برودكت سي تساوي اي كروس بي، اي كروس بي بمعنى الحروف الابجدية المعتادة. الان درسوكوا اياها كروس برودكت. الان اف تساوي في كروس بي، كويس، هذا كروس برودكت. الان الناتج النهائي راح يكون انه القوة هذه اف عمودية على المستوى الموجود فيه سرعة الشحنة والماجنتيك فيلد. اذا لاحظوا في وبي هذولا متجهين، كيف ما كانت الزاوية بينهم راح يشكلوا مستوى. الماجنتيك فورس هذه دائما عمودية على هذا المستوى، وبالتالي انت بدك تتخيل الان مستوى والقوة المغناطيسية عمودية على هذا المستوى. اذا هذا مفهوم ثلاثي الابعاد، هذا مفهوم ثلاثي الأبعاد. هذه ملحوظة أولى. الملحوظة الثانية، هذا الكروس برودكت كيف منفكه؟ في مقدارا في بي مقدارا في ساين الزاوية بينهما، هذا هو المقدار. طيب الاتجاه، الآن في عنا قاعدة اليد اليمنى لتحديد اتجاه الكروس برودكت. الآن وهذا أمر لازم أنت تكون عارفه ودرسوك إياه في المتجهات، قاعدة اليد اليمنى لتحديد اتجاه الكروس برودكت، منخلي أصابع اليد اليمنى تتحرك من V باتجاه B، من اتجاه سرعة الشحنة باتجاه الماجنتيك فيلد. أصابع اليد بتتحرك من V باتجاه B، عندها إبهامك سيعطيك اتجاه الماجنتيك فورس. إذا كانت الشحنة موجبة، إذا كانت الشحنة سالبة بتحرك، تعتبر أنها شحنة موجبة، بتحرك أصابع اليد اليمنى من V باتجاه B، إبهامك راح يعطيك اتجاه بتأخذ عكسه إذا كانت الشحنة شمالها سالبة. هاي ملحوظة أخرى. كمان ملحوظة، الآن نسأل نفسنا السؤال التالي، متى تكون القوة المغناطيسية تساوي إيش؟ صفر. الآن متى تكون القوة المغناطيسية تساوي صفر؟ خلينا نفكه هذا. F magnetic تساوي Q اللي هي مقدار الشحنة هذه. الآن عندي V مقدارا في B مقدارا، هذه الV مرات بكتبها هيك ومرات بكتبها هيك مقدارا، اللي هي الV السمول المعتادة. Q مقدار Q في V مقدارا في B مقدارا في ساين، الله أكبر هذا الخط بظل يطلع لي، في ساين ساين الزاوية ثيتا. شو هي الزاوية ثيتا؟ هي الزاوية المحصورة بين V و B، الزاوية الأصغر المحصورة بين V و B عندما يكون الذيل عند الذيل. هذه أمور متعلقة كلها بالكروس برودكت، المفروض أنت بتكون عارفة. طيب خلينا نشوف متى بكون عندي الماجنتيك فورس تساوي صفر. الآن حاصل ضرب كمية في كمية في كمية في كمية. الآن إذا كان الجسم غير مشحون، بمعنى شحنته صفر، قوة مغناطيسية صفر. إذا ما كان في مجال مغناطيسي، بي صفر، ما في مجال مغناطيسي، ما في قوة مغناطيسية. طيب الحالة الثالثة، إذا كانت السرعة صفر، بمعنى لو أخذت أنا شحنة ووضعتها في مجال مغناطيسي وضع ما تحركت، القوة المغناطيسية المؤثرة عليها صفر. لما تبلش تتحرك وتأخذ سرعة ببلش ظهور القوة المغناطيسية. والحالة الأخيرة، لما يكون الساين للزاوية يساوي إيش؟ صفر. متى بكون الساين يساوي صفر؟ لما بتكون الزاوية زيرو أو باي، بمعنى أن الشحنة تتحرك باتجاه المجال المغناطيسي،
يعني السرعة هذه باتجاه المجال المغناطيسي أو في الاتجاه ليش المعاكس عندها، القوة المغناطيسية ستكون إيش؟ ستكون صفر. عال العال، أرجو هيك أنه الأمور تكون إيش؟ الأمور تكون واضحة. إذا المجال المغناطيسي لا يؤثر على الشحنات ليش الساكنة، يجب أنها تتحرك بزاوية، لأنه إذا كانت باتجاهه أو في الاتجاه المعاكس لن تظهر قوة مغناطيسية. وبالتالي الآن بدي أرجع للنقطة اللي أثرتها ابتداءً، أنا قلت إنه القوة المغناطيسية عمودية على المستوى اللي موجود فيه المتجهين V وإيش وB. هذه قوة عمودية على سرعة إيش الشحنة، عمودية على حركة الشحنة، إذا هذه قوة مركزية، إذا هذه إيش قوة مركزية. المثال التالي راح يبين لنا هذا الأمر اللي أنا بحكي فيه الآن، خلونا نشوف المثال التالي الآن. سوري الآن بدنا نرسم الرسم التالي. في هذه المنطقة يوجد لدينا مجال مغناطيسي داخل في مستوى اللوح أو الشاشة. هذا الإكسات هذه تعني أنه لدينا هنا magnetic field B داخل في مستوى اللوح، في هون وفي هون وفي هون وفي هون وفي هون وفي هون وفي هون، بس أنا راسم إيش representative هون. هذه المنطقة كلها تتأثر بإيش بمجال مغناطيسي داخل في مستوى اللوح. الآن أخذ شحنة نقطية كيو، هذه شحنة نقطية كيو، شحنة نقطية كيو هيها، الآن إجا واحد دفع هذه الشحنة النقطية، دفعها نحو اليمين هنا هذا الخط بظل يطلع لي مش عارف دوشني، دفع هذه الشحنة بشكل أفقي بسرعة V نحو اليمين. الآن نلاحظ أن السرعة V عمودية على B، يعني V نحو اليمين، B داخل في اللوح، الزاوية بينهم كم؟ 90، بمعنى انه هذه شحنة نقطية كيو دخلت مجال مغناطيسي بزاوية كم؟ بزاوية 90. الآن مجرد ما اعطيناها سرعة نحو اليمين، شو اللي راح يصير؟ راح يتأثر عليها قوة. نستعمل قاعدة اليد اليمنى مشان نحسب اتجاه هذه القوة. قاعدة اليد اليمنى، أصابع اليد اليمنى باتجاه V، بنحركهم باتجاه B اللي هو داخل في الشاشة أو في اللوح أو في الورقة. راح نلاحظ أنه القوة المغناطيسية راح تكون للأعلى. بترك لك تطبق قاعدة اليد اليمنى، راح تلاحظ أنه الـ F magnetic القوة المغناطيسية راح تكون للأعلى. القوة المغناطيسية راح تكون لوين؟ للأعلى. وبالتالي راح تتحرك الشحنة لا لليمين ولا للأعلى، راح تتحرك وتصل لهون. في هذه النقطة طبق عليها قاعدة اليد اليمنى للقوة المغناطيسية، لأنه هاي هي سرعتها، ستجد أن القوة المغناطيسية للداخل هيك في هذا الاتجاه، وبالتالي هي راح تتحرك وتصل لهون، راح تتحرك وتصل لهون. الآن هذه هي إيش سرعتها بهذا الاتجاه، طبق عليها قاعدة اليد اليمنى، راح تلاحظ ان القوة لوين؟ للأسفل، وراح تتحرك توصل لهون. الآن بعد ما توصل لهون راح تكون هذه هي اتجاه سرعتها، طبق عليها قاعدة اليد اليمنى، ستلاحظ ان القوة للداخل، وبالتالي راح تتحرك توصل لهون، بمعنى انها راح تعمل دائرة، لان القوة المغناطيسية عليها قوة مركزية دائما اتجاهها باتجاه المركز. انا اخذت 4 نقاط هون، لكن انت بتقدر تاخذ نقطة هون ونقطة هون ونقطة هون ونقطة هون، اذا راح تتحرك على شكل
دائرة، وبالتالي إذا دخلت شحنة مجال مغناطيسي بشكل عمودي عليه ستتحرك بشكل دائري، راح تعمل دائرة. المطلوب منا حساب نصف قطر هذه الدائرة. هذه دخلت مجال مغناطيسي بشكل عمودي عليه، الآن عرفنا أنها راح تعمل مسار دائري. هذا هو، هذا المسار الدائري له إيش؟ نصف قطر. مش عارف أنا بالشرح كاتبه R capital ولا R small، مش عارف، انا سميته هون ار كابيتال. خلينا نشوف نحسبه. طيب كيف نحسبه؟ على قاعدة، على قانون نيوتن الثاني اللي بيقول للحركة الدائرية سيجما اف سنتريبيتال تساوي ام في اي سنتريبيتال، محصلة القوى المركزية تساوي كتلة الجسم في تسارع المركزي. ما هي القوى المركزية المؤثرة على هذه الشحنة؟ اللي هي القوة المغناطيسية فقط، وبالتالي هنا بدنا نعمل كيو في كروس بي، وهذا اي سي اللي هو في سكوير اوفر ار. كيو في كروس بي ام كتله هذه الشحنه. الان اي سنتريبيتال تسارع المركزي يساوي في سكوير اوفر ار. الان الكروس برودكت في مقدارا في بي مقدارا في ساين الزاويه بينهم، الزاويه بينهم كم؟ 90، وبالتالي بعطيني 1. كيو في في بي تساوي ام في سكوير اوفر ار، الفي مع الفي تختصر بصفي معنى كيو بي تساوي ام في اوفر ار. انا بدي ار نصف القطر، في هذه الحاله راح يساوي ام في اوفر كيو بي. هذا هو نصف القطر اللي راح تدور في هذه الشحنه. الان يتناسب طرديا مع الكتله والسرعه وعكسيا مع كيو وايش وبي. مرات بقولوا بتناسب طرديا مع المومنتوم لانه كتله في ايش؟ في سرعه. طيب هذه لمحه سريعه عن القوه المغناطيسيه. بتقدروا انتم تشوفوا اكزامبل 5-1 وبروبلم 5-1. لمحه سريعه هذه اعطيناكم اياها عن القوه المغناطيسيه. المره الجايه ان شاء الله بنتابع في مسبب ابتداء الماجنتيك فيلد اللي هو التيار، راح نحكي عن التيار بشكل تفصيلي وأنواع. يعطيكم ألف عافية.